قلبي لا. انت طلعت المغلطه دي ولا ايه؟ بقولك والنبي امور يا خواجه، هو البحر ده بحر اليونان ولا مرسيليك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه. اسكندريه مريا. اسكندريه يعني بيني وبين السيد زينب ساعه ونص بالديجون سبع راكب، واخد الكنز واقلع بيها. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف البحر امبارح. انا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري يا لنا ست داية، يا لنا ست فتيسي. يا ابو شلبايه فين النسوين اللي وعدتنا بيهم؟ دلوقتي هلو. جمبري 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 جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايه لك رحله من مصر. دلوقتي هلو، اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا حبيبي. مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يا مين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ ايوه حق صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي؟ الله، امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، انت مش فرض الحكومه، ده بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه عملها بقى يا عم الحاج. هو الولد ده مفيش حد مالي عينه ولا ده؟ انت اللي عامل لي فيها فرطه قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. الله بتعمل اللي انت اللي انت ناور فيهم يعني؟ يا يعني ابن ايه يا ضياء؟ ايه يا ضياء يا انت متعصى يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها مال. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياض. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. مينا مينا عكشينا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. مينا يا رجال اوعى ما مشكلين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت بتسمني يلا. لا والمصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف اللي بالسيدة زينب. والله والله الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا يا اخويا. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عصلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى اللي ودوك كراكون. يا عم أنت ما تتكلمش خالص أنت بقى. نزل إيدك يا ولد. أخي عبك إيدك بقى. الله. يلا بينا على كراكون يا رجالة. لا ما عايز أبدأ أنت بقى. يلا يا حبيبي. انت ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم 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 يا عم
يا حمد انا مش زينب ومصطفى، انا مش زينب زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرام اركبه بعسليه. اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش، خدلت ايدي. الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول حاجه لله بقى. الولد ده على حق. اهو والنبي على حق، سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط، في مفتاح وفي باب بخش، وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله حد يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا حاجه. يا جدعان يا ولد دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا، اخدته. ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام، بنظام. أعصابك يا فندم، أعصابك. خلاص يا غريب، بنظام. احكولي ايه اللي حصل؟ الولد ده ولا حاجة ما بعملش. ولا انت ما تغلس، امنع الكلام وإلا قسما بالله. أهو حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. بنظام احكولي. الولد ده هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق، والنبي انا غلبان امال ليه في اي حاجه. انا مش سيده زينب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش زينب والله. امنع الكلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش، والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو قدام، يلا بره. باخد اقف مكانك، اثبت جوه كما كنت. كما كنت يا الله مش طب ولا لا، كما كنت ودخل. لا 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 ما عملت حاجة، ربنا والله ما عملت حاجة. بس محدش يخش. اثبت. حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر. اتفضل. اتفضل تعالى اقعد. حاضر. استناك كتير. لا نقعد. ولا قوم. اقعد. ما نهزر. اقعد. حاضر. اثبت مكانك. حاضر. كما كنت. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده احلى، ده في سفنك كتير، في سفنك احلى. صوت الباشا، انا مش من هنا، انا اصلا من سيده زينب، وراجل بعمل طعميه وعلى باب الله. بدنا بس انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار، وكان في فتحه بالمفتاح، وفتحت باب ونزل من عند التراب. استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه، وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسين لحبايبنا اللي حارسين المينا. ورايا يا عمنا، ما قلتلناش الولد اللمبي ده ميته ايه؟ حلوه ولا حادقه؟ الولد ايه؟ تشرب ميه طازي، ما عندوش حاجه. اشتغل عليك يا دوب الواجب ابو الشنبات. انت تؤمر يا حليم. من عينيا، من عينيا. بس انت عارف ان الحال ضيق، بس انا هتصرف. ولا يهمك، قريبه ولا بعيده يا جدع؟ رقبتي. ماشي يا حليم. طلع قشر بياض، ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمو، خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك أنا حليمة،
هو خارج امتى؟ في ديلي على طول. الله، امال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده، قصدك ديلي ولا الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه. بقول لك ايه؟ ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك، فين الحلاوه يا عم عبده؟ من عينيا، بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك يا حليمه، انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر، والحساب عندي. يا دوب الوجبه بابا ديعه او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطل لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يا دوب بابا ديعه، يا دوب رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان، انا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وانت كمان يا ابو وديعه لازم نقتلوك. بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحيه وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب وقلت لك الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحيه التانيه قابلت مين بقى؟ قابلت شجره الرز اللي هي بيقولوا عليها شجره الدر، بس هي كانت مستنقره الظاهر في الشخصيه هناك عندهم في البلد منت كده، فانت بس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعه عشان ما حدش يزعجنا في القعده الخلويه اللي احنا قاعدين فيها دي. غريب تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه، والولد ده بريء. شفت بقى؟ انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدامي. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على ان انا ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من سعادتك. بقى ايه الراي بقى؟ عليا الطلاق بنت ثلاثه، ناخد الكلمه دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني. حبيبي حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك، مبسوط إن أنا خدت إفراج على إيدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. ادعيلي. رب كرمك يا حماد يا حلولي. ادعيلي. ربنا ياخدك. شوف. الولا أهو، ولا. انت عملت ده مش كويس خالص ومضحك. كفاره يا انا كفاره. السجن للجدعان. السجن للجدعان؟ ما انت اللي ظبطني الزاويه على السجن يا عم الحاج. معلش اللي ما يعرفك يسجنك. وشك جاب معايا واحد تاني. ودلوقتي وشي جاب معاك ايه؟ وش رجلي؟ تصدق انت ابن نكته؟ احنا هنقف ونتكلموا في الشارع، تعال نوجبه معاك وناكلك لقمه عند زفاره. زفاره ده ايه؟ طبيخ حمضان ده ولا ايه؟ مش قلت لك ابن نكته؟ ايه العيال اللي متمسمره ببعض دي؟ اطلع اطلع. انت يا لجند ابوك زفاره فين؟ في المينا. وانت يا ابوك فين؟ على السفينه. وسفينه رست على المينا فيها صبيه حزينه. ومن يا شبه ومن يا شبه من عيوني حزينه. قطع يا عم سفينه رست على المينا. ومن يا شبه ومن يا شبه. يلا يا لمبي. ايوه يلا انزل تعالى. هذا البنطلون اعلى بنطلون انت بس ما عندك. يا عم خلاص يلا بقى ايه، ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه. ايوه كده بوظه بقى. الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر. ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي؟ بقول لك قرعتين بوظه. اه كاسين يعني. آه. ايوه طب فهمني كده، ما انت ما شاورتليش. تصدق يا لمبي انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه؟ من اللي عم انا بليت في الشرب حاسب شويه، ده انا حوت وحشرب الحيطان جوه كلها. مين ده اللي مالوش في الشرب؟ صدق بقى انا مش حشرب الا مع الراجل ده. حبيبي خش. لا ده معدي. اتفضل يا اخويا. اسم العندليب ايه؟ تعالى يا ابني خش. انا اختي واقفين بتنظر المخدماتيه. شوفي الوليه الناقصه بتسك الشيش في وشي. ايه هيفكوا لك لحام سيدك؟ جاتك داهيه في ريحه الشبار اللي طالعه من عندك. ايوه يا جدعان، هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه؟ لا شمس يا مأمة، وممكن تلسوعك انت واللي يتشدد لك. اموت في الادب. ما تتلم يا سلافندي. انا اسمي ادرا، النهارده نادي ولا حاجه؟ هي تلاقيح ولا ايه؟
عامل لي راجل وانت ما تكملش سداري. مالك يا لفانزي؟ مالك ومال البنية؟ مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ أنا انت ايه؟ قطع السلع اللي فيه، بطلوا وسخة بقى عرتونا رجالة او فاش. نحمدوا ربنا ان احنا لحقناك يا ست امي. عشتوا؟ قال هو فين بيت نزل المخدماتية دي؟ جنبنا، تعالي نوصلوكي لحد عندها ونوجبه معاكي فنجان قهوة ونفرجوكي على شوية قماش والدفع فوري او على راحتك. قماش؟ لا هو انتوا بتشتغلوا ايه؟ اني دهية ودي اختي فطيصة واحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حتة هطلعلاطي فيهم زي البلطية وبالتقسيط. طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروح عند نزلة المخدماتية ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا. الا هو بيتكم فين؟ ده رزق لازم في نزلة المخدماتية اول عتبة. هنستنوكي وكمان عشان نرقوكي، احنا مقصدنا شريف. باين عليكم استبينا، فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفتي يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الذبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه دراعها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه؟ بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. فالا افندي عبد الحي، عليا الطلاق لا تشرب القرعه دي كمان يا لمبي. انا مش قادر يا ابو بديعه، مش قادر خلاص. الله، انت ايه بقيت فول تنك؟ عليا الطلاق لا تشرب القرعه يا ابو بديعه. دي سادس قرعه تشبط، انا خلاص شنب هيقع. يا عم ما تخافش، انا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله، تدفع الحساب ايه؟ انت جاي مصنع الرجاله وتقول ادفع الحساب؟ ده انا اللمبي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. ابو بديع، هو الواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده بخاطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب، اقعد اقعد يا ده، ناخدك في سرنجة. اقعد. حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعة تانية يا قالي. احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى. المهم بقى ابو بديع، ومعايا انت في القول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده بابك معايا، خد بالك. لكن ده ليه؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه، بتاع هريسه ومهريسه كده كده. ايوه 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 ايوه. افتكرت؟ ايوه افتكرت. فضلت بقى الف في السنين والسنين تلف فيا وانا الف فيها وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله اللمبي ده كلامه موزون. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ. ابويا عمال يخش في سيه. يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد ده على الطلاق لما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى ورب تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب. الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي. انا بقى الحكايه حبيبي حليمو. على فكره يا جماعه، الراجل ده انا مصدقه. وانا كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله، اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه، عمال الف في السنين. كمل بقى، ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. ده ده عبده، قاعدين في حفرة ولا ايه؟ يلا يا عم انت بتضيع. انت مش شد عليا ولا حاجة؟ الا فين خبيبي؟ بنياتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغة، انت بتتكلم اللغة ايه اللغة دي؟ خبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك. انت اكيد عبيت القرية صح؟ تستباتي انت؟ خبيبي حساب سرب اللي انت سربتيه. سرب اللي انا سربته على بضيعه. ابو بضيعه عرضه
عبدو يا لمبي الرجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان الصرم اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يفهم منين ما انت عرفت ان انا مرضاك انه خلقتني مرض. انت مش معاك حساب؟ احنا نتصل باسم بوليس يجي واخد صورتك ياخدك على كراكون انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا طلعنا ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كليفتي انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه عرضه خلاص هقول لك عليه انت واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس خلاص خلاص اقعد يا لمبي خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اقضيه على وسط الامانه ده. وسط الامانه؟ اما ليه تعالى وحنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده وفي الاخر وصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم قله الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده خلاص حاسبنا. ها حاسب؟ ايوه. تصدق بقى انا زعلان منك ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس الله. يلا بينا نروح من مكان الكازر ده. يلا بينا.